السلام عليكم. اللي عنده مشكل في الكاسيت هادو جدد هادو ما يمشيوش في لونسيان موديل. كان واحد اللقطة نديروها، الخيوط اللي جايين مدالكو اللي جايين مدالكو نقلبوهم من واحد لافيش هادي تاع لاكاسيت، هاو اللي قبل الموا، هاو الموا ما نقيسوش فيه، هاو الازرق والاصفر نقصوهم نحطو الازرق في الاصفر وهذا الاصفر منه في الازرق، تسمى يولي هكدا نعكسوهم هكدا دوك تشوف الريزولتا. هاي بون هكدا، دونك هذا الاصفر ولا مع الازرق والازرق ولا مع الاصفر. لي جايين مدالكو هو فيريفي بيان لي جايين الخيوط مدالكو هكدا. دونك بويسك في النوفو موديل يجيو مع قوسين، يجي الاصفر في الازرق والازرق في الاصفر، هنا الداخل في نص لاميموار هادي في نص لاكاسيت. دونك دوك ديرها على النوفو موديل، دوك اي حاجة في النوفو هادي ولا هادي يمشيو نورمال، بصح كون نحط لونسيان موديل دوريجين تاعها ولا نشري لاكاس ما تمشيش. كون تشري واحد لاكاس عاود قلب برك لاخيوط دوريجين تاع ديالكو ولي نورمال، بصح لازم تكون 100% بلي لاكاسيت بروبليم لاكاسيت، دونك لازم تفيريفي لوليوماج نورمال. هذا اللي كان.